جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤال آخر يقول: هل الأضاحي تجب على الحجاج في موسم الحج فقط أو على جميع الأسر في المناطق الإسلامية؟ وإذا وجبت على الأسر ماذا تفعل بها بعد ذبحها؟ جزاكم الله خيرا. الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم وليست واجبة، وفيها فضل عظيم، لكنها مشروعة في حق من يقدر عليها وتتيسر له، لأنها شعيرة عظيمة وعبادة عظيمة في هذه الأيام، أيام النحر. فمن قدر عليها إنه يتأكد في حقه أن يذبحها، سواء كان في مكة مع الحجاج أو كان في أي بلد من بلاد المسلمين. هذا هو الحكم في الأضحية. وأما ما يصنع بلحمها فإن السنة أن توزع ثلاثا: ثلثا يأكله هو وأهل بيته، وثلث يتصدق به على المحتاجين، وثلث يهديه إلى أصدقائه وأصحابه. نعم.